أهلا ومرحبا بكم أعزائي بفيديو جديد على قناة الحدث ستوريز. قضيتنا اليوم تحكي عن كيف أن الطمع يمكن أن يوصل الإنسان للقيام بأعمال شيطانية ومجردة من الإنسانية. قضيتنا وقعت بفرنسا سنة 1999 ب26 من شهر فبراير. سنتعرف على الشخصية الرئيسية الأولى بالقضية، وهو جاك بيرني، طبيب بيطري يبلغ من العمر 50 سنة، ويعيش بفرنسا بمدينة اسمها بورغون بريس. يعيش هناك بشقة لوحده بعد انفصاله عن زوجته، والتي تعيش هي الأخرى مع أبنائها جنوب فرنسا. كان جاك شخصا غير اجتماعي، لا يملك الكثير من الأصدقاء، وبعد انفصاله عن زوجته كان قد أصبح حلمه الوحيد أن يشتري قاربا ويسافر به حول العالم مع امرأة أحلامه. لم يفقد جاك الأمل في العثور على شريكة حياته، ادخر مبلغا مهما لشراء القارب، ووضع إعلانا يبحث فيه عن امرأة تريد مشاركته رحلته. استجابت امرأة لذلك الإعلان والتقيا معا. هذه السيدة اسمها مريم ماياغ، ممرضة وحاصلة على إجازة بالعلوم، ومن عائلة راقية معروفة بالمغرب، ووالدها مهندس. كانا وكأنهما يعرفان بعضهما منذ مدة طويلة. انسجما بشكل كبير جدا، وحكى كل واحد منهما قصته للآخر. ازداد إعجاب جاك بمريم عندما حكت له قصتها، أنها ابنة غير شرعية من علاقة لوالدها مع مساعدتهم بالمنزل. حكت له عن علاقتها بوالدها، أنها لم تكن جيدة، وأنها كانت مستاءة من هذا، وأن والدتها كانت قد عانت كثيرا في تربيتها. بعد وفاة والدتها، وجدت مريم نفسها مسؤولة عن تربية إخوتها والاعتناء بهم، وازدادت قصتها حزنا عندما حكت عن وفاة أختها، وأنها قد تركت أبناءها لمريم كي تعتني بهم. كانت مريم قد اعتنت بأطفال أختها منذ الصغر، ينادونها أمي لأنهم يتذكرون كثيرا والدتهم بحكم أنها قد توفيت وهم في سن صغير. تعلق جاك بمريم كثيرا، وتعلقت هي الأخرى به، لأنها كانت تعلم أنه يعيش وحيدا، فقررت ذات يوم أن تدعوه إلى المنزل لمقابلة عائلتها. عرفته بأخيها غير الشقيق، وصارحته أن أخاه اسمه جورج، لكنه يعتقد أن اسمه غوني ماياغ، لأنه يعاني من مرض نفسي ولا يستطيع التمييز بين الأشخاص، كما أنه يعتقد أن مريم زوجته، وكان هذا المرض من وراء الصدمات التي تلقاها من جراء وفاة والدته وأخته. حزن جاك كثيرا على مريم وعلى ظروفها، وكان يفعل ما بوسعه لمساعدتها على الاعتناء بأخيها وأبناء أختها، وكان ينوي الزواج منها. مع مرور الوقت، كانت جاك قد بدأ إجراءات الطلاق مع زوجته، وكان ينتظر بفارغ الصبر الوقت الذي سيعيش فيه مع مريم. كانت الأمور كلها على ما يرام، إلى أن تحولت إلى الأسوأ. أصيب جاك بوعكة صحية، وبدأ يمضي معظم وقته وهو نائم، لا يريد أن يلتقي بأحد، وزيادة على وعكته الصحية أصبح يعاني من الاكتئاب، لكنه كان يشعر بالسعادة فقط مع شخص واحد، مريم. كانت مريم تزور جاك دائما وتعتني به،
أصبح جاك منعزلا جدا وبالكاد يغادر شقته، لذا قرر هو ومريم أن يذهبا لشراء القارب، لأن هذا كان حلم جاك الوحيد، وكان هذا الشيء يجعله متشبتا بالحياة. حلم السفر حول العالم مع امرأة أحلامه. يوم 6 من شهر فبراير ذهب جاك ومريم وتعرفا على شخص اسمه فيليب، كان يريد أن يبيع قاربه. أعجب جاك بالقارب واتفق مع صاحبه على الثمن وكذلك على موعد إكمال إجراءات البيع. حدد معه موعدا أنه سيعود بعد 15 يوما، لأنه بهذا الوقت كان لا يزال مريضا وكان ينتظر تحسن حالته. يوم 15 من شهر فبراير كانت هناك عطلة مدرسية لأبناء أخت مريم، فعرضت عليه أن يغير الجو معهم ويسافر مع الأطفال إلى إنجلند. اكتريا سيارة معا وحددا موعد السفر، لكن باليوم الموالي تدهورت حالة جاك الصحية وقرر الثنائي تأجيل موعد السفر. لكن ولحسن الحظ تحسنت حالة جاك يوم 19 من شهر فبراير. تناولت جاك وجبة العشاء مع جورج ومريم. غادرت جورج بعد ذلك وظلت مريم مع جاك لبعض الوقت بشقته، وذلك للاعتناء به، ثم غادرت لبيتها. وبما أن جاك أجل فكرة السفر فلم تكن حالته الصحية تسمح بذلك، فإنه باليوم الموالي 20 من شهر فبراير قررت مريم السفر مع أبناء أختها، لأنها كانت قد وعدتهم بذلك. سافرت مريم لمدة 4 أيام، وعند عودتها كانت تتصل بجاك لكنه لم يكن يرد على الهاتف. قلقت مريم كثيرا، فهي تعلم أن جاك كان مريضا وربما يكون قد أصابه مكروه ما. يوم 26 من شهر فبراير قررت مريم زيارة جاك بمنزله. كانت تطرق الباب وتنادي باسمه لكنه لم يكن يجيب. اتصلت مريم حينها بالطوارئ على الساعة 5:30 مساء، وعند وصولهم واقترابهم من الباب لاحظوا أن رائحة حريق تفوح من الشقة، فقرروا كسر الباب لأنهم لاحظوا أن شيئا سيئا قد وقع لجاك. عند فتحهم لباب شقته صدموا، الشقة كلها كانت سوداء وبالكاد يمكنهم الرؤية. عند إضاءتهم للمكان بمصباحهم اليدوي إذا بهم يجدون أنفسهم أمام جثة متفحمة، وكانت هاته الجثة فوق السرير. نعم، لقد كان هو جاك بورني. صدمت وصعقت مريم من المنظر المرعب أمامها ولم تستطع تحمل موت جاك. حضرت الشرطة لمسرح الجريمة وعاينت المكان، وعند استماع المحققين لمريم أخبرتهم أن جاك كانت لديه عادة سيئة جدا، ولطالما حذرته منها، فقد كان جاك ينام دائما على ضوء الشموع. عند تفتيش الشرطة للغرفة وجدوا تحت سرير جاك مجموعة من الأدوية كان يستعملها، وهنا جاءت نتائج تقارير الطب الشرعي لتؤكد أقوال مريم، فجاك توفي نتيجة حادثة. الشمعة وقعت من على السرير ونشب الحريق، لكن عائلة جاك لم تستطع تصديق فكرة أن جاك يمكن أن ينسى شمعة مشتعلة فوق سريره، فهو كان إنسانا معروفا باحترامه لوسائل السلامة. ومن جهة أخرى اكتشفت العائلة أن الحساب البنكي الخاص بجاك فارغ تماما، فهل سحب جاك جميع أمواله قبل وفاته؟
بما أن جاك كان لديه تأمين على حياته، توصل الشخص المسؤول بشركة التأمين بملف قضيته، وذلك لدراسته من أجل تسديد المال الخاص بالتأمين للزوجة السابقة، لأنها وجاك لم يكملا بعد إجراءات الطلاق. كان اسم المسؤول عن ملف جاك إيفيز دي بغيطولي. عند دراسة هذا الأخير للملف استغرب جدا من الطريقة التي توفي بها جاك، أو بالأحرى الحالة التي كان عليها جسده، وقال إنه من المستحيل أن يصل جسد أحد ما إلى هذه الدرجة من التفحم بدون استعمال البنزين لتسريع الاحتراق. ذهب الخبراء إلى شقة جاك من أجل فحصها، وكان برفقتهم دي بغيطولي، وعند بحثهم تأكدت شكوكهم، لاحظوا وجود آثار حرق. هي آثار كانت الأولى لاشتعال الحريق، ووجدوا أن درجتها تقدر بألف سيليسيوس، كما تم تحديد أن هذه الآثار بكل الزوايا هي آثار لبنزين. الآن أصبحوا متأكدين أن الحريق لم يكن حادثا بل مفتعلا، والآن أصبح المحققون أمام خيارين: هل وفاة جاك عبارة عن جريمة أم أنه قد أنهى حياته؟ بل ذهب المحققون أنه ربما هذه الجثة ليست لجاك بل تعود لشخص آخر، وهل جاك تم إنهاء حياته بمكان آخر وأحضر المجرم جثته إلى شقته ثم أضرم النار؟ كانت مجموعة من الأسئلة تراود المحققين. عند فحص الجثة أكد خبراء الطب الشرعي أن الجسد يعود لجاك، لكن ما هو سبب الوفاة؟ أكد الطبيب المشرف على التشريح أن الجثة لم يتم نقلها، أي أن جاك توفي بشقته ولا يوجد أي آثار لضرب من أي نوع بالسلاح. لكن ما هو غريب جدا أنه لا توجد آثار برئتيه أو فمه على أنه قد توفي إثر حريق أو أنه استنشق الدخان، رغم أن وجهه كان متفحما. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن جاك قد توفي قبل الحريق. أتت كذلك نتائج تحليل الدم بأن جاك كان يأخذ أدوية بجرعات زائدة، أدوية مضادة للاكتئاب، وكان يأخذها لمدة 4 أشهر قبل وفاته. جاك توفي نتيجة تسمم. والآن هل المحققون يتعاملون مع جريمة أم أن جاك كان قد أنهى حياته بإرادته لأنه كان يعاني من الاكتئاب؟ أكد خبراء الطب الشرعي أن وفاة جاك كانت بين 16 و26 من شهر فبراير. خلال عمليات البحث والتقصي ظهر للمحققين خيط جديد بالقضية، فزوجة جاك كانت قد توصلت برسالة مجهولة كتبت عن طريق الحاسوب وتم طبعها. توصلت بهذه الرسالة يوم 22 من شهر مارس، أي بعد مرور شهر عن وفاة جاك. كانت هذه الرسالة من عشيقة جاك، امرأة أخرى كانت جاك على علاقة بها، أي أن جاك كان على علاقة مع مريم وامرأة أخرى في نفس الوقت. تقول هذه الرسالة أن عشيقة جاك الأخرى هي من أنهت حياة جاك، وأن لا يظلم مريم ويتهموها أنها سرقت أموال جاك، لأنها إنسانة طيبة ولا تستطيع إيذاء أحد. لكن عوض أن تبعد الرسالة الشكوك عن مريم، وعلى العكس أصبح المحققون الآن يشكون بها وحولوا انتباههم إليها. بهذا الوقت بدأت تظهر بعض العلامات الغريبة على مريم، مما أثار الشك أكثر لدى المحققين،
اتصلت مريم بالشخص المسؤول عن ملف جاك بشركة التأمين بعد أن علمت أنه اكتشف آثارا للبنزين، وأخبرته أن هذه الآثار يمكن أن تكون ناتجة عن احتراق المواد بالسرير. يقول إيفيز دي بغيتولي أن مريم كانت تحاول إقناعه أن جاك توفي نتيجة حادثة فقط. اتجه المحققون إلى شقة مريم لاستجوابها عن علاقتها بجاك، لكنهم لم يكونوا بانتظار مفاجأة من العيار الثقيل ستقلب كل الموازين، فلا وجود لامرأة باسم مريم. بالعنوان الذي ذهبوا إليه رأى المحققون اسمين مكتوبين على الباب: جميلة مياغ وغناه مياغ. يا ترى هل هذا العنوان غير صحيح؟ كان الاسم الذي أدلت به مريم للشرطة هو اسم ابنتها مريم مياغ، واسمها الحقيقي كان هو جميلة بالقاسم. فمن هي هذه السيدة؟ ولماذا أخفت هويتها الحقيقية؟ ولدت جميلة بالقاسم سنة 1960 بقرية صغيرة بالمغرب من عائلة بسيطة. تربت جميلة بين 9 إخوة لأن والدها كان متزوجا من امرأتين، وكانت جميلة ابنته من زوجته الثانية. هاجرت جميلة إلى فرنسا سنة 1983 وذلك لإكمال دراستها. كانت تشتغل كمساعدة ممرضة، وتعرفت جميلة بالقاسم على غوني مياغ وتزوج سنة 1984 وأنجبا معا 4 أطفال. حصلت جميلة على الجنسية الفرنسية، لكنها لم تكن راضية على المستوى المعيشي البسيط مع زوجها غناه، فزوجها كان يعمل بمعمل، وكانت هي الأخرى تقوم بعلاقات مشبوهة مع مجموعة من الرجال للحصول على المال. كانت جاك صيدا سهلا بالنسبة لها، شخص يعيش وحيدا ويملك المال، فاستطاعت أن توقعه في شباك حبها ومكرها وغدرها، وكان يمضي معظم أوقاته معها هي وزوجها غنيه. وأنتم تتذكرون أعزائي معي عندما أخبرت جميلة جاك أن أخاها غير الشقيق اسمه جورج، ويعتقد أن اسمه غني لأنه مريض نفسي. الحقيقة أن جورج كان هو زوجها غوني، وجاك لم يكن على دراية بكل هذا. لكن من جهة أخرى، كيف كان غوني زوج جميلة يستقبل جاك بمنزله؟ وهل كان يعلم بعلاقته معها؟ الصدمة هو أن غوني كان يعيش كذبة هو الآخر، وكانت قد أخبرته جميلة أن جاك زميلها بالعمل وأنه يعاني بورم بالدماغ وهو بمراحل متقدمة جدا، وأن عائلة جاك قد تخلت عنه، ولهذا فهي تتعاطف معه وتساعده. كل هذه الحقائق تبين أن جميلة كذابة وطماعة، وهذا لم يكن كافيا على أنها متورطة بالجريمة. استطاع المحققون اكتشاف شيء آخر عند مراجعتهم للحساب البنكي لجاك. اكتشفوا هناك مجموعة من التحويلات بمبالغ كبيرة تتحول إلى الحساب البنكي الخاص بجميلة. أصبحت الآن جميلة المشتبه به الرئيسي بالقضية. عند استجوابها أنكرت جميع التهم، وقالت أنها بالفعل حولت هذه المبالغ إلى حسابها، لكن بموافقة جاك. وجدت الشرطة مجموعة من الشيكات بتوقيع جميلة وليس جاك، وكانت إجابتها كالتالي: أن جاك كان لا يرفض لها طلبا، يسمح لها بتوقيع الشيكات بحضوره ويضع يده فوق يدها.
لم يستطع المحققون العثور على هذه المبالغ بحساب جميلة كذلك. تم استجواب زوجها غوني لأنه ربما له علاقة بالقضية، وكانت الشرطة تشك أنه قد أخفى النقود. اتهموه أنه مشارك بالجريمة، لكنه أنكر تورطه بالقضية وأنه لم يكن على دراية بعلاقة جميلة وجاك. فتشت الشرطة شقة جميلة وغوني، فوجدوا حاسوبا محمولا يعود لجاك، كانت به مذكراته ومجموعة من القصائد الشعرية كان يكتبها جاك لجميلة. لكن الغريب بالأمر هو أن بعض الملفات كانت محذوفة. رغم ذلك استطاع الخبراء استرجاع هذه الملفات، وإذا بهم يجدون مجموعة من الوصفات الطبية المزورة وبها نفس الأدوية التي وجدت بتحليل دم جاك. والصدمة أنهم وجدوا الرسالة التي وصلت الزوجة السابقة لجاك، حيث كتبت هذه الرسالة وتم استخراجها على الساعة 2:30 مساء يوم 25 من شهر فبراير، علما أن جثة جاك تم العثور عليها يوم 26 من نفس الشهر، أي أن هذا الشخص كان على علم بوفاة جاك. بهذا الوقت بالضبط كان لدى الجميع حجة غياب. غني بالعمل والأطفال كانوا بالمدرسة، كانت جميلة وحدها بالمنزل. أصرت على براءتها واتهمت زوجها أنه المسؤول عن الجريمة لأنه كان يغار من جاك، وأن سبب تحويلها للمال بحسابها أن جاك كان يريد سحب أمواله كي لا تستفيد منها زوجته فور إنهاء إجراءات الطلاق. تم القبض على جميلة بالقاسم ودخلت في عملية إضراب عن الطعام بالسجن، لأنها كانت مصرة على أنها بريئة ومظلومة. بدأت محاكمة جميلة بالقاسم بالأول من شهر أبريل من سنة 2002، وكانت جميلة وكعادتها مصرة على أنها بريئة وتنكر جميع التهم المنسوبة إليها. قالت أنها لا تجيد استخدام الحاسوب، فكيف لها أن تعرف كيفية حذف الملفات منها؟ لكن أكد جميع من حولها أنها تجيد استخدام الحاسوب، كما أن زوجها غنيه الذي انفصل عنها وهما بمراحل التحقيق أدلى خلال تصريحاته أنه سبق له أن رأى جميلة تزور الوصفات الطبية، وأكد هذه الأقوال الصيدلي الذي كانت تأخذ منه الأدوية، كما أنه حضر المحاكمة شاهد آخر، رجل كانت جميلة على علاقة معه منذ سنوات، اسمه جورج. خلال شهادته صرح جورج أن جميلة في أحد الأيام كانت قد زورت توقيعه بدفتر شيكاته وكانت تسحب النقود بدون علمه، وأنه عندما صارحها بالأمر لم تعره أي اهتمام، وبتلك الليلة كانت برفقته، وقال أنه قد استيقظ بمنتصف الليل ليجدها أمامه وهي تحمل مقلاة بها زيت ساخن، وأنها ربما كانت تريد حرقه، لكنها تراجعت عند استيقاظه من النوم. بالنهاية قررت المحكمة أن تعاقب جميلة بالسجن لمدة 20 سنة، لكن قضيتنا لم تنتهي هنا. لم تقبل جميلة بهذا الحكم، وقررت الاستئناف وإعادة المحاكمة، رغم أن محاميها رفض تماما الفكرة وأخبرها أن هذا يمكن أن يزيد من عقوبتها. يوم 26 من شهر فبراير سنة 2003 أعيدت محاكمة جميلة، وفور بداية المحاكمة صدم القاضي حين توصل برسالة غامضة
كانت الرسالة من غوني يعترف فيها أنه هو المسؤول عن الجريمة، وأنه أعطى السم لجاك بكأس من الخمر وأرغمه على شربه، ثم أضرم النار وأقفل الباب وراءه، وأن جميلة بريئة من كل التهم الموجهة لها. كما أخبرهم غوني أنه يحس بالذنب وسينهي حياته. صدم وتفاجأ الجميع بالمحكمة، وأسرع المحققون على الفور للقبض على غونيه ليجدوه وهو بالمستشفى في حالة غيبوبة. توقفت الآن المحاكمة لأن التحقيق أخذ مسارا آخر. استيقظ غونيه من الغيبوبة بعد يومين، وأخبر المحققين أنه لم يكن يريد إنهاء حياته، والصدمة أنه لم يكن هو من كتب تلك الرسالة. عند تحليل الخبراء للتوقيع بالرسالة مع توقيع غوني الخاص به لم يكن متطابقا. نعم، كان التوقيع مزورا. إذن من المسؤول عن هذا التزوير؟ بالطبع كانت جميلة بالقاسم، لكنها كانت بالسجن، فكيف استطاعت القيام بهذا؟ أكد الطبيب الذي عالج غوني أنه قد تعرض للتسمم، وهنا يطرح سؤال آخر، فكيف تسمم غوني؟ الإجابة عن هذا السؤال هو اعتراف ابنة غوني دنيا مياغ، فقد كانت هي المسؤولة عن تسمم والدها، لكن هذا كان تحت أوامر والدتها جميلة بالقاسم. لم تكن دنيا مياغ لوحدها من شارك بالجريمة، بل ساعدتها فتاة أخرى ذات أصول مغربية واسمها سهام عزيز. كانت جميلة تساعد ماديا والدا سهام، وكانت هذه الأخيرة لديها مشاكل مع والدتها، كما كانت لديها علاقة وطيدة مع جميلة. كتبت سهام ودنيا الرسالة، وأخذتا الرسالة إلى جميلة بالسجن لتزور توقيع غوني، وبهذا الوقت هي من مدت ابنتها دنيا بالسم لتنهي حياة والدها. وضعت له ابنته دنيا مياغ السم بتحلية الشوكولاتة، أو ما يسمى بالفرنسية فلان شوكولا. ولحسن الحظ أن غوني لم يتناوله كاملا، لهذا استطاع الأطباء إنقاذ حياته. وكان هذا السم عبارة عن دواء مضاد للاكتئاب كانت جميلة قد حصلت عليه من الطبيب الخاص بالسجن، والذي كان قد وصفه لها. عند تناول غوني للتحلية صعد إلى غرفته من أجل النوم، وضعت دنيا بجانبه مدفأة غاز وفتحته ليختنق، وكانت هذه المدفأة قد أعطتها لها سهام عزيز. تم اعتقال دنيا مياغ وسهام عزيز، وفي شهر ديسمبر من سنة 2003 بدأت محاكمة جميلة مرة أخرى. أدينت جميلة بالقاسم بجريمة تصفية حياة جاك بعد أن سممته بالعقاقير المضادة للاكتئاب وأضرمت النار بشقته، بالإضافة إلى مشاركتها بمحاولة اغتيال زوجها غونيه مياغ، فحكم عليها بالسجن لمدة 30 سنة. أما بالنسبة لدنيا مياغ فتمت محاكمتها على أنها بنت قاصر، لأنها كانت تبلغ من العمر 17 سنة وقت المحاكمة، فتمت إدانتها بمحاولة قتل والدها والحكم عليها ب5 سنوات، كما تم الحكم على سهام عزيز ب12 سنة لمشاركتها بالجريمة. إلى هنا أعزائي الكرام، نكون قد أتينا على نهاية هذه القضية. نرحب دائما بآرائكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بقناة الحدث ستوريز، كما لا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. إلى الملتقى في الفيديو القادم، ودمتم في أمان الله وحفظه.